العالم كله دلوقتي بيتابع أخبار مصر وبيتابع ما تقوم به الدولة المصرية سواء كان محليا أو على المستوى الدولي، لدرجة أنه العالم بيتابع مصر بتعمل إيه في ملف المرأة. وشفنا مؤخرا في السنين القليلة الماضية إشادات واسعة جدا طبعا بالدور المصري لتمكين المرأة تحديدا في كافة القطاعات. لسه كنت بتكلم مع حضرتك قبل الفاصل، شفنا مشاهير بيتكلموا عن نماذج مصرية، تدعيم الدولة ليهم لاستكمال التعليم، تدعيم الدولة ليهم في الملف الصحي وما إلى ذلك. بتشوف إزاي هذه الإشادات الدولية؟ الحقيقة أن الدولة المصرية قدمت نموذج يحتذى فيه فعلا في تمكين المرأة المصرية، وده مش بس إشادات دولية، إحنا كان شغالة بالاتساق، الدولة المصرية بالاتساق مع التطلعات العالمية. فهنلاقي أن مصر كانت أول دولة بتطلق استراتيجية تمكين للمرأة، هنلاقي أن مصر كانت تاني دولة عالمية بتطلق ختم أو جائزة ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات القطاعات الخاصة والقطاع العام، كمان أطلقت محفز سد الفجوة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص. هلاقي كمان كانت إشادة العالم كلها بوضع سياسات وإجراءات خاصة بحماية المرأة أثناء جائحة كورونا، كانت أول دولة تضع هذه السياسات. فهلاقي إن الحقيقة مصر قدمت حاجات كتيرة قوي في مكانة المرأة المصرية في عديد من المجالات، فخلينا ان هي يحصل إشادات دولية، مش بس إشادات من أشخاص، ولكن احنا أصلا في التقارير الدولية تقدمنا بشكل ملحوظ. فهلاقي مثلا زي تقرير المواطنة اللي هو بيخرج من يو اس نيوز، هلاقي تقدمت فيه الدولة المصرية بشكل ملحوظ، وده مؤشر مهم بيهتم بحقوق الإنسان. هنلاقي مثلا تقارير البنك الدولي الخاصة بالقوانين المتعلقة بمعاشات المرأة، هنلاقي مصر أيضا تقدمت فيه تقدم ملحوظ. كمان تقارير المساواة أو بين الجنسين برضو مصر تقدمت فيه بشكل ملحوظ السنين اللي فاتت. فهي مش بس إشادات من أشخاص، لكن هو في أرض الواقع على التقارير الدولية إحنا بنتقدم بصورة كويسة. حتى الأشخاص على المستوى الدولي طبعا محدش بيطلب منهم دي إشادات دولية ومتابعة لملف أكيد المرأة في مصر تحديدا. طيب الحقيقة في السبع والثمان سنين الأخرى تحديدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شفنا تغير حتى في القوانين لحماية المرأة من العنف والتعرض لها في الشارع وما إلى ذلك من هذه المشكلات اللي بتعرض لها المرأة. حدثيني عن هذا الأمر، خاصة أن هذا الملف تحديدا بيحمي المرأة حرفيا اجتماعيا سواء كان جوه البيت أو بره البيت. الحقيقة هي القوانين والتشريعات هي البيئة اللي بتمكن المرأة، يعني هي البيئة المناسبة اللي الدولة بتعملها علشان خاطر تمكن المرأة بشكل مناسب. فهنلاقي ان الدولة اهتمت اولا بالدستور المصري، ان في اكتر من 20 مادة بتهتم بالمرأة بشكل مباشر. هنلاقي ان الدولة وضعت الاطار الاستراتيجي اصلا لتمكين المرأة، فهنلاقي عدد من الاستراتيجيات اطلق من الدولة المصرية من عام 2015 لحد دلوقتي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، وغيرها من الاستراتيجيات اللي بتمهد الزواج المبكر واللي بتمكن المرأة في رؤية مصر 2030. كانت البيئة التشريعية لازم تكون داعمة للاستراتيجيات دي علشان نقدر نمكن المرأة بشكل جيد. فهنلاقي ان في قوانين تغليظ عقوبة التحرش الجنسي وتغليظ عقوبة ختان الإناث، كمان قانون الخدمة المدنية كان له عامل كبير في تمكين المرأة في قوة العمل والحد من معدلات البطالة. هنلاقي ان في قوانين حتى على سبيل قوانين الأحوال الشخصية خاصة بالنفقة وقوانين أخرى خاصة بالاستثمار. ففي جملة من البيئة التشريعية ومن القوانين، حزبة من القوانين أطلقتها الدولة علشان تساعد على تمكين المرأة المصرية. صحيح، وحماية المرأة أيضا يعني، وفي مجهود واضح ومبذول من كل مؤسسات الدولة المصرية من أول ملف لآخر ملف لحماية المرأة وتمكينها أيضا على المستوى الصحي والمستوى الأمني والمستوى السياسي والاجتماعي. طيب خلينا نروح بقى للجانب، يعني احنا دلوقتي بنشوف مع حضرتك كمان صور لبعض المشاريع التي مكنت لها المرأة ووفرت لها الدولة المصرية، مشاريع سواء كانت المرأة المعيلة أو للشابات اللي حابين يقوموا بالمشاريع. طيب على الملف الصحي بقى، خليني أخد حضرتك الملف الصحي والدور المهم جدا والفعال والمحكم للدولة المصرية في هذا الملف لوضع قاعدة بيانات الوصول للمرأة المحتاجة للرعاية الصحية في القرى والنجوع البعيدة. خلينا نتكلم عن الملف ده.
الحقيقة أن كان جانب كبير من الاستراتيجيات لم يغفل صحة المرأة المصرية، لأن هي بتأثر على جودة الأسرة المصرية وعلى جودة الحياة للمرأة نفسها. فهنلاقي أن في مع عدة مبادرات أطلقها السيد الرئيس، زي مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية. دي كان المستفيدين منها حوالي 30 مليون مرأة مصرية، كانت بتقوم بالكشف عن الأمراض المزمنة والأمراض الغير سارية، وكانت بتقدم خدمات الصحة الإنجابية. هنلاقي كمان المبادرة المتعلقة بصحة الأم والجنين، لم يغفل المبادرات الصحية اللي بتساعد الأم وبتساعد الطفلة على اجتياز مرحلة النفاس 42 يوم، بتقدم فيها الدولة المغذيات الدقيقة للأم وللجنين. كمان بتكشف على الأمراض اللي ممكن تؤدي إلى خطورة في صحة الأم والجنين، زي فيروس بي، فيروس نقص المناعة البشري، المرض الزهري. كمان المبادرات الصحية حتى لم تغفل النساء المقبلات على الزواج، فكان عندنا مبادرة الكشف الرغبات عن الزواج، بتكشف عن الأمراض المنتقلة جنسيا أو اللي ممكن تأثر على الأجيال القادمة من الأطفال. كمان بتقدم خدمات الصحة الإنجابية بطرق مختلفة.